أسامة وصلاح شابان يعملان بمحل بيع ملابس العيد في مدينة عين فقرون بولاية أم البواقي، والغاية إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب الأطفال. نوض الصباح أنا وصاحبي صلاح نحلو المحل على 7:30 ولا 8، نسيقو المحل تاعنا، نريقلو السلعة، نديكوريو الأسعار على الأول غالية ولينا طيحنا في لي بري، الأسعار في متناول الجميع. جبنا من كل الولايات، لا شنو السنة جو شوية مغاير على السنوات الماضية نتيجة لارتفاع الأسعار، وهذا راجع لي الزيادة في ثمن الشحن. الحاجة الإيجابية السنة أنه الأمن كان متوفر بكثرة وبحاجة يعني زايدة بزاف على السنوات الماضية. قدرنا ربي اليوم وزرنا دائرة عين فقرون أم الباقي، والحمد لله كما راكم تشوفوا جينا نكسو الأولاد ونتسوقوا، والحمد لله الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن البسيط، يعني الحمد لله رب العالمين. وفيما الحركة التجارية والاجتماعية في مدينة عين فقرون تزداد نشاطا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تواجد أمني بهدف حماية الممتلكات وتأمين تسوق ملائم، وهو ما أثار استحسان التجار. والله الأمن السنة هذا العام الأمن يا ربي بالك مفرنا الأمن. أسامة شاب يتميز بنشاط وحيوية بينما يسعى لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال بطريقته الخاصة، وذلك قبيل حلول أول يوم عيد الفطر المبارك.